الساعه لدرجه انه ما كاينش تغيير بحال بحال الساعه القديمه كنا كنقراو من 8 ل 12 6 خاص كيف ما هي دابا الحركه زادت ولات من 9 ل 1 3 6 وكاقتراح اذا انت مع الطرح ديال الزميل ديالك انا عطاك شي الزميل تاعي هذا نطالبوا التوقيت المستمر اوكي بالنسبه لي انا كتلميذ هنايا في تنويه من عندهم خريجه كيبان لي بلي التوقيت اللي دارت الوزاره هو الصراحه راه ما فيش ضرر ولكن مادام الاجتهاد كاين والتغيير غادي يكون علاش لما نحن كنطالبوا كتلاميذ كنقراو في ثانويه بتوقيت مستمر وهكا غتكون الدراسه مزيانه وغادي يبقى عندك الوقت فراغ فين تقدر دير انشطه موازيه يعني تقدر دير موسيقى تقدر مسرح رياضه بزاف ديال الحوايج كاينين ما يداروا وغادي يبقى لك حتى الوقت فين توجد الدروس ديالك وهذه التمارين بالنسبه لي انا هذا هو افضل توقيت ممكن ديروا الوزاره وراه تقريبا لجميع التلاميذ غادي يكون اجماع هذا الشيء نعم علاش انا كنطالب باش يديروا التوقيت كمسؤول عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانية ابتدائي عبد المبتهل خريجة بالنسبة لهذا التوقيت اللي جات هذه الظروف دابا الحقيقة أنا حبذا لو كان يكون يعني قبل من دخول المدرسة لأن في هذه الفترة غادي كاين واحد التعثر لا في الدراسات بحكم أن واحد المجموعة ديال التلاميذ هما الآن في وقفات احتجاجية أنا أقول أنا لا داعي لها نعم لماذا؟ لأن التوقيت لن يغير شيئا في الزمان في التوقيت أو في الزمان المدرسي بقى لا باش نشرحه اكثر هو راه بقى هو يعني على حسب التصريح ديال المدير راه دابا كاين 9 د الوحده وكاينه 3 ل 6 نعم يعني اذا دائما راه كاين ساعتين في ما بين الفتره الصباحيه والفتره المسائيه اللي غادي توقف فيها الدراسه المشكل اللي كاين هو بعض التلاميذ يعني بحكم اتصال ديالي بواحد المجموعه ديال التلاميذ في الصباح انه هناك كاين بعض المغالطات لان التلاميذ تيتشكاو انه يوم الجمعه في العشيه غادي يعمر لهم في العشيه غادي يقراو انا سنتكلم على مؤسسه ثانية ربما هذه في بعض المؤسسات ممكن اما بالنسبه لتيوس بلعبون فالجمعه مساء ستبقى دائما بدون دراسه ما عدا بالفعل الجمعيه الرياضيه المدرسيه تتزاول يوم الجمعه اذا المشكل ما ليس هناك مشكل عندي بعض الاقتراحات يعني لو حبذا هذاك رايي بحكم التجربه اللي مريت بها في التعليم لمده 40 سنه من 1977 حتى 2017 أنا أحب أن يكون هناك توقيت مستمر. نعم. لماذا التوقيت؟ لأن التوقيت المستمر غادي تقريبا أنت تهضر يعني من 8 ل 1 هكا ل 8 ل 2. لماذا؟ نحن الآن دابا متبعين النظام ديال فرنسا في التوقيت المدرسي. بينما الآن حاليا إذا جينا نشوف أوروبا كاملة بما فيها الدول الاسكندنافية ولا ألمانيا ولا إلى آخره، نرى أن فرنسا الآن أصبحت تحت المراكز الأخيرة في التعليم. وهذه مشاكل هما تيعانيوا بها. لماذا التوقيت المستمر؟ التوقيت المستمر حتى يبقى للتلاميذ وقت لما نسميه بالانشطه الموازيه. موازيه نعم. الموازيه هي المسرح. المسرح، سينما، تثقيف ذاتي نعم. نعم وهذا غادي يعطي واحد التكوين للتلميذ اللي هو محتاج له. نحن الان بدينا الان تنعيشوا فقط في مسائل ديال السوايع الاضافيه اكثر والى اخره. وكاين واحد التلميذ الان اصبح مرهق. هذه بالنسبه للابتدائي نفس الشيء. الابتدائي احب ان يكون لان التلميذ في السن ديال الابتدائي خصو يخرج من البيت ديالو مع الصباح ويرجع يمشي للمدرسه ويرجع. ما خصوش يخرج يمشي الصباح ويعني بيرجع يتغدى مرهق اربع مرات تيمشي للمؤسسة. اذا ككلمه اخيره سي ناصيري ككلمه اخيره اقول بان بالنسبه للتوقيت المستمر او التوقيت الذي طبق حاليا يعني ما في حتى شي عائق بالنسبه للدراسه. ما فيش بالعكس على حسب الان حاليا ان الاداره يعني اعطت التلاميذ استعمال الزمن الجديده التوقيت اللي غيبدا نهار 12 ان شاء الله وهي اصبحت يعني ظروف العمل اصبحت مريحه اكثر. نعم. لا بالنسبه للمسؤول ولا بالنسبه للتلميذ. شكرا. اليوم تتلاحظ بان كاينه واحد الموجه ديال الاحتجاجات هذه يومين وعلى ما اعتقد على الساعه الاضافيه ودابا حنا في داخل الفضاء ديال تنويه بن عبدون اعتقد بان الوزاره راه ما ساكتاش وراه عندها حلول وانك تقربنا من هذه الحلول اللي تعطات في هذا الاتجاه هذا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم في اطار تنزيل الصيغه ديال التوقيت الزمني المدرسي الفتره الخريفيه
كاين المذكره المنظمه لذلك، كاين صيغتين، الصيغه الاولى من 9 ل 12 ل 2 ل 6، والصيغه الثانيه فهي من 9 ل 1 ل 3 ل 6. يعني بتعبير اخر بان الفتره ديال الغذاء ففيها ساعتين كما كان عليه سابقا، كما كان عليه الحال سابقا. إذن تبقى تكييف جداول الزمان واستعمالات الزمان ديال المؤسسة وفق هذه المنظومة ديال 4-3 ولا 3-4. نعم. وهذا في إطار التكييف، فالتكييف ما تحرمش التلاميذ من الحصص الكاملة ديال الساعات ديالهم. نعم. فالساعة كاملة للحصة فهي كاملة، التلميذ تقرا مثلا عدد الساعات في الفرنسية بقى تقراهم كاملين. نعم. وبالتالي بحال ثانوية بن عبدون. نعم. قامت بالإجراء وفق المذكرة المنظمة. نعم. بالصيغة الصيغة الثانية. نعم. المتعلقة لي كما تلاحظ من 9 للوحدة 3-6، ودرنا الاعلان للتلامذ ودرنا حمله. شنو في الاخبار؟ الاخبار ديال التلامذ بان تنخبروهم بان تطبيق استعمال الزمن الجديده راه كاين من يوم الاثنين 19 نوفمبر 2018. والدراسه تبدا من هذا التاريخ في المواقع التاليه 9 تل الوحدة. نعم. ومن المسائية من 3-6. نعم. وبأن قبل من هذا التاريخ راح نخدمين باستعمال الزمن ديالنا. نعم. وبأن تستعملت الجديدة. نعم. هي علقناها من هنايا. نعم. وغادي يلقاوها على الموقع الاجتماعي ديال ثانوية بن عبدون. نعم. إذن فيما يخص جميع الإجراءات فهي تمت. نعم. الجداول الحصص ديال الأساتذة موجودة. نعم. استعملت الزمن موجودة. نعم. التوقيت فهو من 9 أكرر فهو من 9 للوحدة 3-6. نعم. وبالتالي فلاخدين بتوقيت غرينتش اللي كانوا تيأملوا هو 8 ل 12 ل 2-5. نعم. اذا التلاميذ ولا هذه بحال تيخرجوا الخمسه القديمه. نعم. اذا عندنا هنايا نعاود نكررها، راه عندنا من 9 للوحده 3-6. اذا الفتره ما بين ابتداء من يوم الاثنين ابتداء من يوم اليوم. واش دابا نقدر نعتبر بان بن عبدون توقفت الدراسه كاع بشكل نهائي؟ لا، بن عبدون الدراسه كاين دابا، كاينين التلاميذ اللي باقيين تيحتجوا ما عرفناش علاش، وتواصلنا مع التلاميذ اللي كاينين، فكاين تقريبا ما بين 60-70% اللي داخل القاعات. هذوك اتصلنا بواحد المجموعه ديال في الحصص الاولى ديال الساعه الثامنه من 8-10، قامت الاداره حملة على جميع المؤسسات، وتواصل كان تواصل مع السادة الأساتذة باش أعطيناهم هذا الصيغة المعتمدة عندنا في بن عبدون اللي غادي يتوصلوا بجداول الحصص ديالهم. أستاذي دابا الدراسة راه كاينة والدراري راهم داخلين، إذا قليل اللي محتجة واحد المجموعة راه هذاك ما عندناش عليهم، راه خارجين. هذا كما تلاحظ المؤسسة راه في سيرها عادية، راه غادي عادية. اللي تيقرا راه تيقرا، اللي سالت الحصة ديالو راه خرج. وجميع المسائل كما تلاحظ راها السبوره فيها الاعلانات المتعلقه بالمواقيت الجديده. نعم. عندهم وقت، واللي ما عندوش راه الدراري تيتعاملوا بالموقع الاجتماعي ديال بن عبدون. اذا كخلاصه راه ابتداء من الاثنين غادي يكون هذا استعمال الزمن ساري المفعول. ساري المفعول. سيد المدير. نعم. مدير تمنيه بن عبدون، شكرا على سعه الصدر وعلى هذا التصريح الوجيه، وشكرا. ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.